مساء الخير. بدا موسم الاعراس وتجهيزات العرس اللي بتبلش من بدايه الخطوبه لحد يوم العرس. هون العريس بعد ما يخطب بتصير الافكار والترتيبات تروح وتيجي، وبصير يحكي بعقله يا ريت الزواج مهر كان بتكون بسيطه. وتكاليف العرس منحسها انها عباره عن كائن حي يتكاثر، وفي بعض المناطق كمان العروسه بتكون متحمله جزء مش قليل من تجهيزات العرس. وعلى راي المثل لو بدي اصرف من كيسي ما قبلتك عريسي. ورغم كل هاي الاعباء ما في احلى من اجواء عجقه العرس. شو بحكوا الختياريه والختياريات عن تكاليف العرس زمان وهلا؟ في الماضي كان الواحد يطلب مهر غالي جدا، الواحد أهم إشي يتفاهم. المشكلة اللي بواجهها في الوقت الحاضر في بعض العائلات بتطلب قيم مادية زي ما تقولي ذهب مثلا أو ألماز، هذا برضو عبارة عن صعوبات، ولأنه بيعتبروه زي ما تقولي تأمين للبنت يكون عندها ذهب موجود. كمان برأيي هذا حكي غلط، لأنه الواحد صار للشباب صعوبات إنهم يلاقوا لهم عروس يقدروا يتجوزوا. تكاليف العرس كانت للأول يعني يروحوا على أهل البنت ويطلبوا البنت، يطلبوا البنت للولد، يقولوا حياك الله، افلحوا، يسووا إيش في الطنجرة الشاي، في الطنجرة الشاي يسووه، ما فيش يعني براد وكذا بعدين يجوا يذبحوا ذبايح، ذبيحتين أو ذبيحة، ويسقوا الناس شاي ويتغدوا ويقطعوا المهر مثلا 100 دينار 150 دينار كذا شاشي، وبعدين قد ما يلوح يدفع 10 دنانير 15 لما يكلف، بعدين كان يروح على دكان يكسو ويعطوا تسكف البنت بالعروس ويركبوها على جمل. اكيد اختلف الوضع، يعني مساله القاعات غير كما كانت زي اليوم مفروضه، الغلاء المهور ايضا هذا له علاقة، يبدو أنه بالتقليد أحياناً المفروض أنه الفقير بقلد الغني، وهي أحد المعضلات وأحد العوائق اللي بتكون سبب في يعني عزوف شبابنا عن الزواج، والجميع الحقيقة بتحمل مسؤولية في هذا الأمر. عم عمي في السابق هني الزواج، يعني بنحكي بالسبعينات، كان واحد الزواج ب 500 دينار، كان مهر العروس 500 دينار، كان يعني الكل كان يتزوج، كان الزواج سهل وتكاليفه سهلة والعرس كان سهل. الآن التكاليف اليوم 20 جرام ذهب و50 جرام ذهب و30 جرام ذهب، 10,000 دينار متأخر، العفش غالي، التكاليف غالية، عشان هيك شباب تحجم عن الزواج. على أيامي كان تكاليف الزواج اللي كان المهر تبع العروس أكثر شيء 250 300 دينار، ما كانش كان أكل على الماشي يعني، عرس عادي وبالدار كانوا يسوي عرس، لا في كان قاعة ولا في تكاليف كثيرة زي اليوم. اليوم مش مكلف، واللي بده يتجوز اليوم بده أقل شيء يكون معه 20,000 دينار وبكفوش كمان. أهلا فيكم بجديد في لازم نحكي. في أسئلة بتدور براسنا عن تكاليف العرس، يعني ضروري يكون في سهرة شباب وحنة للصبايا وغدا وعشاء وعليهم حبة مسك اللي هي ليلة العرس. هذا سؤال الشباب اللي عرسهم قرب أو حتى بيفكروا في العرس. معنا لليوم على الخط الهاتفي شيخ ومصلح اجتماعي وإله اطلاع واسع على مجريات العرس. أهلا وسهلا فيك شيخ. اهلا بك يا اخي. والله يا اخي هذا العرس اليوم هذا شيء جديد صار على الناس، عرس فيه تكاليف كثيره، صحيح، لا في الجنه الحنه ولا في الجنه الصاله،
في رجوع مع بعض بيت العريس، يبي يبنوا خيمه وبحطوا كراسي، والناس بيجوا بيهنوا وباركوا. بعدين واجب على ابا العروس مثل ما بيقدم ابو العريس تكاليف وكذا، واجب على ابا العروس كمان يساهم ويقدم مثل ما يقدم ابا العروس ابا العريس. نعم انت شيخ، بس خلينا اول شيء نحكي مديون. نعم احنا هذا اللي بدنا نحكي عنه، المديونيه اللي بتصير فيما بعد على عاتق العريس، وكمان هي حتاثر على العروس لانهم هم حيعيشوا سوا. بس بالبدايه شيخ، عم نلاحظ هاي الايام ما حدا عم بيرحم، يعني بصراحه انت بتحكي هون انه زي ما بتكلف اهل العريس فعليا بتكلفوا اهل العروس. طب برايك شيخ، في اشياء ضروريه وفي اشياء ممكن ان نلغيها في هاي المراسم اللي هي قبل العرس، كحنه، سهره شباب او الى اخره؟ هذه اشياء ما لها لزوم، هذه تكاليف على العريس. يعني مثلا العريس يكون مديون، مدعي السعيد مع عروسه، يصبح مديون، يصبح فكر سد الدين، هذه ما لها لزوم. طيب والفقاعيات اللي بتصير هذه في الافراح، هذه اللي جديد اللي دخلت علينا، هذه لها لزوم. طب شيخ برايك شو الاشياء اللي ممكن ان نلغيها، اللي هي غير طبعا حفله العرس قائمه، بس اللي اشياء الاتباع بتكون توابعها؟ حفلة العرس لازم تكون مختصرة في هذه الظروف. حفلة العرس بدعي أصدقاء المقربين في الظروف هذه لازم يختصر. بعدين أبو العروس لازم كمان يساعد مع نسيم، مثل ما هذاك بده يفرح في ابنه وهذا بده يفرح في صدر بنته. نعم. بدل ما تكون الساعة 12 تروح تدور على الكف يشب، والشباب يدور على الكف يشب، يضب أولادهم ويسامح بالسلطة. نعم. طب شيخ برأيك ممكن انه كمجتمع موجودين نحن بفلسطين الناس تتقبل انه ما يكون في حفلة حنة للعروس او ممكن سهرة للشباب او حتى او غدا؟ العروس تتحنى في بيتها، ليش الحفلة؟ لمين؟ انه شو عايزات حنة؟ معظمنا من نشر للبحر ولازم اسرف الشجون وكذا، شوين الاشراح اللي بيجرهين يتحنن؟ يحني عروسه في داره. يعني انه تكون في هاي المراسم بس بطريقه بسيطه بدون هاي التكاليف الباهظه اللي بتكلف فيها العريس او حتى العريس. انا بقترح في كل بلد يكون في ثلاثة أربعة اولاد محترمين، نعم، يعني يجمعوا ما بعرف يساعدوا فيها الناس العرسان المحتاجين. طيب نعم تفضل شيخ. يعني اذا في ناس موصولين يعني في كل بلد ثلاثة أربعة أواد، ما نقول لهم والله في عندنا مشروع زي ما بعمل عرس جماعي، يجمعوا في البلد لو واحد محتاج لاثنين لثلاثة، يعني الناس المنشورين فيهم لله بكون. طيب شيخ، في ناس حاولت انها تساعد وفي ناس كمان اشتركت باعراس جماعيه، بس نحن هون مش عم نحاول، يعني مش بنساعد مجتمع كامل، فئه معينه. لو انتم كشيوخ ومسؤولين عن حل الاصلاحات او حل المشاكل كرجل اصلاح، فعليا ممكن تحثوا المجتمع على انه يخفف من هاي الاتباع تبعت العرس كحنه وكسهره شباب او كغدا او عدم. يجب على الدعاء في المساجد لان الناس تكون في المساجد بكثره. لازم هم يوعظوا الناس، يقول لهم بكثره من الظروف الحرجه، لا في اشغال ووضعنا سيء، واحنا في حاله مش طبيعيه، لازم يكون في المساجد يعطي الناس. وانا بقترح انه يكون في كل بلد زي لجنه الزكاه، يجمعوا الناس الميسورين كلجنه، لما يتفقدوا الاشخاص الحاجين ويساعدوهم. نعم، أنا بالنهاية بدي أشكرك شيخ رجل الإصلاح، شكرا جزيلا. لا أنا مش الإصلاح، أنا عادي الله يدور الإصلاح بده إصلاح اليوم. يعني نحن بنتمنى فعليا انه يكون هناك رجال اصلاح ورجال فاعلين خير ودائما كلمة الخير على لسانهم، هذا اللي بنتمناه. او في كل مخيم او في مدينة يكون في لجنة اوادم محترمين، الناس يثقوا فيهم ويساعدوهم. نعم شكرا كثير لك، يعطيك ألف عافية. شكرا لك. إذا من خلال سماعنا لهذا الرجل، هو فعلا هو رجل إصلاح بس ما بحبش يعرف عن حاله في هذا بهذا التعريف، بيعتبر إنه هذا الإشي فعل خير. احنا كان الهدف انه زي هدول الرجال او اللي هم بيسموا انفسهم او هم اصلا رجال اصلاح، انه يحثوا الناس على تخفيف من هاي التبعيات تبعت العرس، لانها فعليا الشباب صايرين عم بيشكوا كثير هاي الايام. يعني اللي بيفكر انه يتزوج بيحكي لك عندي اربع خمس حفلات اقل شيء بدي اعملها
غير العرس. نتمنى انه الكل يتساعد ونكون فعلا ايجابيين بهذا الموضوع. اذا مكملين معكم بتكاليف العرس في برنامج لازم نحكي. ايه ودار الفرح دار، ايه واجالة من قفا الدار، ايه وقالوا الفرح عنا، ايه واعطوا المبشر الف دينار. يما دار الفرح محلاها، يما دار الفرح محلاها. بتكاليف العرس بنسمع من الناس انه اللي معوش بلزموش من الشباب، يعني انت مش قد الجيزة ليه خطبت بنتنا؟ ومن هذا الحكي طيب الشاب خطب وخلصنا، خلينا نحاول ان نساعده مش نزيدها عليه. فعليا الشباب هاي الايام حابين يتزوجوا ولا لا؟ لانه دولاب العد النقدي ببلش يدور بتفكيرهم. أنا أحكي لك عن حالي، أنا متزوج، بس لو يرجع الوضع لورا شوي راح أفكر 100 مرة لا أتزوج. أول شيء في عندنا اليوم ظاهرة اسمها غلاء المهور، واللي بطلب بمهر بنتها 5-6 آلاف دينار، ممكن أوصل 10 آلاف دينار، لأن الذهب عالي والدينار نزل. وبرضه بنفس الوقت إن في الدخل القومي عندنا في مشكلة، وتحديد الحد الأدنى للأجور كان هي مشكلة، إن محددوا الدخل القومي أقل دخل يعني أو أعلى سقف للدخل 1470 شيكل، وإحنا يعني بالنسبة لنا مرتبطين بالاقتصاد الإسرائيلي بتوقيع اتفاقية جنيف الاقتصادية، إن الغلاء عند الاحتلال راح بيرتفع عندنا الأسعار، وحددوا الدخل القومي دخل إسرائيل 3500 شيكل أو ما يفوق ذلك، وإحنا 1470 شيكل، فهي مشكلة. حاليا لا والله ما بفكر الزواج، لأن الظروف المادية والاقتصادية للمجتمع بشكل عام ما بتساعد إنه الواحد يتزوج. وطبعا الأهل يعني أهل العروس ما نادرا أو أقلية بتساعد العريس إنه يتزوج من ناحية المهر والمتطلبات الزيجية كالبيت بشكل عام والغرفة النوم يعني وكل شيء. ما الصراحة ما بفكر الواحد بهاي الظروف انه يتزوج. انا ايام لما تزوجت ما كانش المهر غالي لهالدرجة، يعني في عندك ناس مثلا بطلبوا 5000 دينار متأخر، 5000 متقدم غير العفش، هذا هي الشاب اللي بيحملوه اخطر من طاقته. عشان هيك لحظة في ناس تانية بتيجي تروح تطلب بقول لك يا عمي أنا بقي من الأمانة من رقبتي بحطها في رقبتك، شو بتسوي في بنتي إلا ما حرم الله. طبعا يعني شوف شو أنت بملي عليك ضميرك إنك تجيبه لبنتي جيبه. طبعا أنا يوم تزوجت طبعا حماي طلب مني 1500 دينار، وطبعا كان أخوي خاطب، كانت مهرة 3300، قلت له أنا بدي أخليها زي أخوي مثلا 3300. طبعا يعني الواحد الأيام هاي بتلاقي كل الشباب ما شاء الله لا بيكون متجوز 4 وما فوق، يعني لأنه بصراحة الواحد بيروح بطلب أي بنت بيجي الأبو بيحكي له يا عمي خد البنت بواعيها. يعني عن جد الأيام هاي الزواج كتير سهل، يعني فيش شاب إلا بصير عمره 18 سنة بتلاقيه إلا متزوج، لأنه بصراحة فيش مهور غالية والحياة الاقتصادية كتير منيحة. يعني الواحد عندنا هنا بالمجتمع الفلسطيني بخد له 10-15 ألف شيكل بالشهر، يعني فيش مشكلة يعني إنه يتجوز مرة ومرتين وثلاثة، ومرات عادي يعني بتلاقيه يعني حياته كتير في رخاء ونعيم يعني الحمد لله.
العريس في الأيام الأخيرة قبل العرس معادلة صعبة جدا، صعبة الحل، معقدة، ما منقدر نحكي مع أكثر من دقيقة. بحس حاله يحرم الفانوس السحري، الكل بطلب منه وأكثر شيء بحكي فيه غيري، في مليون واحد بس يا عريس الكل بده خدماتك والله يكون بالعون. أحمد عماد العريس الوحيد اللي رضي يقابلنا بعد ما قلبنا الدنيا على عرسان. نرجع لأحمد. أحمد عرسه بعد بكرة، جينا على البيت لنشوف شو وضعه، نتطمن شو جاب وشو ما جاب. ويا حبيبي شو شفنا. طبعا يا جماعة هذا هو البيت زي ما انتم شايفين، يعني مشتغل فيه شيء كويس بس لسه ضايل شوية ترتيبات وضايل شوية زي ما انتم شايفين. اكيد يعني الموضوع المادي كان حسبا، خصوصا ان في بلادنا الحياه غاليه جدا مباهضه وكل شيء فيها غالي، واكيد بيكون يعني هذا شيء يعني رقم واحد حسابات الماليه. حسبت حسابات بشكل مبدئي وتوكلنا على الله ومشينا في الموضوع، بس ولكن مع مرور الوقت يعني انا لي سنه ونص خاطب لقيت انه الماديات اللي كنت حسبها وحساباتي لسه قليله جدا. المفروض كنت انا رفعت السقف بشكل اعلى بكبير السقف، لانه بتواجه واحد نثريات صغيره في البيت ونثريات صغيره، موضوع الخطبه والزواج مكلفه، هي شغلات صغيره ولكنها تعالج معها بتجمع ماديين كثير. الواحد عندهم مؤاخذه في بلادنا قديش يكون معاش يعني 3 4 كبير 5000 شيكل، يعني 5000 شيكل في بلادنا ما بتزوج فعليا الا يعني بتعصر حالك خسر وتخنق حالك. الحياه عندنا غالي كثير والمصاريف كثيره، وفتره الخطوبه بشكل عام بدك تضلك سري مرلي رايح جاي عند خطيبتك، عندهم مؤاخذ السياره بنزين هدايا نسايبك. وهلا بدنا نسمع من احمد عن فترة الإعداد للزواج. أنا فعلياً بحاول أن أمن كل شيء، أمن كل ترتيبات البيت تكون 100% جاهزة، ترتيبات العروس، القاعة، أنا حاجز عن حالي حاجز قاعة للغداء نفس اليوم، ونفس اليوم مساوي مساء في عندي قاعة للحفلة اللي هي الحفلة زهاف. بدي أرتب معه في نفس الوقت مع المصور، أرتب له مع الكوافير، أرتب مع الصالون تاعي أنا، أرتب بدلتي، أرتب بعد ما أخذ السيارة، كيف تزيين السيارة، كان قبل يومين ثلاث تفنيش، توزيع الكروت، لما أنا وزعت 1100 كرت يا جماعة، 1100 كرت مش تحكي محيطك. تحكي قرى رام الله، نابلس، هون، هناك، طارق، طبعا مساحه الاخوه والاصحاب اكيد هالامور مشت، بس بالحالي اكيد مش راح اقدر اصور عنه. لحظه يا احمد، البيت والعرس والكوافير وتزيين السياره والعفش وكمان توزيع الكروت، والله شكله الزلمه ناسي انه هو عريس. تبع التلفزيون وعدني في العين السحريه ما جاب ليها، ركب اول امبارح شغله ناقص، كل الصناعيه شغلهم ناقص، مواعيدهم فراطه. نشف فريقي صوتي راح، نبح صوتي ما كنت حكيت معهم تليفونات. المطبخ يعني هنا كان بجيب شوية عدة المطبخ هيك طناجر وصحون ومعالق شوي في هون شوي انظر أهلي شوي نجيب شوي. الغسالة ركبتها أول امبارح أنا وأصحابي كانت سيل، الجلد خربانة جبت له شوية جلد، اليوم إن شاء الله جاي أنا والموسرجي صاحبي نجمعها ونركبها. أما الخطيبة
خطيبتي اكيد يعني او النساء خلينا نحكي يعني بشكل عام بيكون برضه بهم مشغول كثير بهم لما النسبه بتكون مرتبه امورها مرتبه بدله الزفاف تاعها مرتبه صالونها مكياجها بتكون هي متخيل شيء معين مرتبه مع الصالون انا وياها بنكون مرتبين كيف في حفله الزفاف في القاعه راح تكون الاغاني والترتيبات كيف الدخله كيف الاغاني الترتيبات الفينش بكون ناسقين امور برضه مع اهلي واهلها للبنات الصبيه مع اخوتي مع اخوتها خواتي خواتها كل هالامور راح تكون ترتيبات الواضح انها ابدا مش اقل عجقه منه احمد راح صوته بس بالنهايه حاب يوجه كم رساله طيب بالنسبه للناس بيعطوا العادات والتقاليد هذا العادات والتقاليد شيء يعني موديل ماضي وراح الواحد يشتغل الواحد باصله بفكره باللي شوفه مناسب كيف ماديات ووضعه بس ننسى الناس لانه كلام الناس مزعج جدا اما بالنسبه للشباب الخطبين بالنسبه للشباب الخطبين انا بتمنى من الشباب يعني بنصح في الشباب انه يحاول يكون مظبط وضعه ماديا يعني شويه يعني مش شرط يكون شيء بدخ كثير بس يظبط متواضع بامكانيات بسيطه تمشي الامور تسلك انا بفضل انه يكون بيته جاهز يعني بيته جاهز قبل 6 شهور من العرس ويقعد البيت يعمل تيست لحاله قبل يدخل البيت ومرته وزوجته ما علينا الرساله الاخيره كانت للخطيبه الرسالة بوجهها لخطيبتي بتمنى لها إلى وإلي طبعا حياة سعيدة نعيش مع بعض حياة كريمة وحلوة وسعيدة من دون منغصات إن شاء الله وربنا يسر وسهل ومشي الأمور إن شاء الله وبالنهاية يا أحمد من لازم نحكي وقناة الفلسطينية وكل العاملين فيها منقول لك ألف مبروك إلك ولكل العرسان إذن الله يعين العريس والله يعين العروس رغم كل شيء ورغم كل هالعجقة ما في أحلى من عجقة العرس عجقة بهالعمر فخلينا نتحملها ليلة الحنة يا صبايا التموا لعنا طبعا من أحلى الأيام اللي بتعيشها العروس مع صاحباتها ومع أهلها وهاي الأيام ميزوا ليلة الحنة سواء باللبس أو حتى بالحلو والأكل اللي بيكون غالبا على أهل العروس منلاحظ إنه الصبايا صاروا يحبوا يلبسوا التوب الفلسطيني المطرز ويحيوا هذا التراث ويضيفوا تعديلات لحتى تواكب الموضة أنا قمت بزيارة لأم محمد لنشوف آخر التحديثات اللي جرت على التواب وشو أكتر شيء بيحبوا يلبسوا العرايس هاي الأيام بلش موسم الصيف وبلشت الأعراس والمناسبات وهلأ التواب بكتر عليهم الطلب كيف عم بتحسي طلب التواب هاي الأيام بداية دخول الأعراس أكثر من الأول على فكرة يعني التراث رجع لأوجه يعني في الأول كانوا الناس يمكن يعني قبل سنين كانوا يستغنوا في حتى عنا قرى ومدن بكون يستغنوا عن التراث بس اليوم لا اليوم ككل حتى الشمال تعرفي ان الشمال رجعوا برضه للتراث الفلسطيني والعروس لازم هلكيت تلبس الثوب لازم يعني بنحس انه العروس عم تلبس الثوب هاي الايام ليلة الحنة وبحبوا يتميزوا فيه ايوه وحتى في عندنا العرس الفلسطيني والعرس الفلسطيني صارت على البدله البيضاء تعمل التراث تعمل لازم الخياطه تدخل الخياطه حتى في لبسك العادي يعني انت ملاحظه مثلا في اللبس العادي لمناسبه بسيطه لازم على عبان يعمل على فستان انا عندي فساتين لصبايا في التخريج كل الصبايا تبعت اللي بدهم يتخرجوا السنه بنعمل لهم فساتين على التراث
الأغلب يعني إن الناس رجعت لتراثنا وهي حلو، يعني لفتة حلوة من العالم، وبرضه فيش أحلى من تراثنا. صحيح. وهلأ عم نشوف إنه مش بس على التوب العادي القديم اللي إحنا متعودين عليه، عم نشوف مثلاً زي هون على العباية عم بتدخلوا التطريز، يعني هاي نوع من أنواع التحديث لتطريز ولتراث. مزبوط، لأنه برضه صار يعني مثلاً الثوب السكيل سكيل، عندك مناسبة ثقيلة بدك تلبسي، يعني عروس بدنا نميزها فبنعملها شيء مميز، لازم تبقى شيء ثقيل يعني. بس لما انت مثلا رايحه معزومه على هالحفله، يعني ما ضروري احنا نلبسك شيء ثقيل ثقيل، فبنعمل لك شيء خفيف يعني ومناسب وحلو اللي تروحي فيها هالمناسبه. نشوف زي هذا التوب، هذا توب اصلي مش هاي الملكه، هاي الملكه تميزوا فيها، هي بيت لحم، بس عندنا هنا في رام الله اهل البيره، فاهل البيره بحبوا الملكه يعني مهما كلفت بحبوها. طب هلا الصبايا بيطلبوا هاي الاشياء؟ بيطلبوا، في عندنا عرايس بحبوا يلبسوها، بس زي ما بقول لك يعني اهل رام الله ازود شيء تميزوا فيها اكثر من اكثر. طب لما نشوف مثلا هلا الفساتين او التواب الاشكال الجديده زي ما بنشوف عم بتكون زي قصه البرنس هاي البنات بجوز بحبوها اكثر. صاروا بتعرفي انه صار الصبايا بدهم يدخلوا يلبسوا التراث، بس صار بدنا الهندي وصار بدنا الموديلاتين والغريبه، فصرنا نعمل التراث على اشكال برضه غريبه. ففي عندك مثلا زي الثوب هذا دخلنا فيه برضه الشغل مع الخرز، زي انه في عندك يعني يا شك خرز شك، نفس الشيء مثلا نعمل زي هاي الثواب قصه البرنس نعمل نفس الشيء. فيعني العروس صارت بدها شيء مميز عن العروس، لان الجميع بده يلبس ثواب، بدنا نميزها العروس فنعمل لها الشيء الغريب. طيب البداية. هلا نحكي شوي عن التكلفه، احنا بنعرف انه تكلفه هاي الاشياء بتكون مش قليله يعني غاليه شوي، انتوا عم تراعوا هذا الشيء؟ معلوم يعني مثلا احنا يعني بتقدر تقولي جميع الثواب الموجوده عندي هاي للاجار، لان في عروس في عريس ما بيقدر يشتري، فاحنا مثلا بنجهز الثواب تيجي في يعني مقابل مبلغ بسيط، مثلا هي بتتأجر وبتلبس وبتنبسط العروس وما شاء الله عنها. طب هلا انتوا عم تعملوا انه مش تطريز زي هذا، او شفنا واحد ثاني انه طباعه على لانه برضه التطريز انت بتعرفي انه عنا باخذوا على طبة الحرير يعني المبلغ، فدائما دائما التطريز مكلف، يعني مكلف اول شيء القماش الحرير وبعدين تطريزه فمكلف، فصارت عنا مثلا انه نفس اللي بنخيطه نطبعه، فاللي بده على اقل تكلفه وعايز يشتري له فاحنا بنعمل طبعه. بتكون سعرها كثير بسيط. سعرها وين يعني كثير فرق عن فرق كبير يعني بتبقى. طيب هلا احنا حننتقل عشان نشوف لوكال، بدنا نشوف توب عروس عم تجهزوه ولوكال انتم بتحطوها للعروس او لاي حدا ثاني؟ هي لوكال هي التراث هو يعني رسمي. من يوم ستي وسيدي نفس الشيء. هي التراث هو يعني رسمي. من يوم ستي وسيدي نفس الشيء نعمل الناس على الشكل العادي واشكال عندنا، في عندنا مثلا اهل رام الله، يعني اهل رام الله البيره دير دبوان الكره، يعني لان تعرفي انا دبوانيه فجميعهم يتميزوا في هاي الشكل هاي لوكا هاي تميز لهم، والكره الثانيه هنا يعملوا الشكل الثاني، وكل بلد لها تراثها. بحثت أنا على فكرة على الزمان كيف كانوا يكتبوا الذهب والفضة، كيف كانوا يعملوها، في لها عدة طرق تنعمل، حتى يعني أنا حكيت مع واحد من نابلس قال بده يجيب لي إياهن وأعملهن على موجودات، يعني كمان موجود كيف زمان كانوا كيف يشبكوها
لحد هالكيت يعني من شو يمكن مفرجاني إشي من 200 سنة وتمام ماسك يعني مشبوش ومظبوط. آه والله موجود. طيب حلو نشوف هلا لوكا هاي كانت زمان يحطوا ليرات اصليه صح؟ مزبوط. طب هلا لهلا بحطوا ليرات؟ في ناس تعملها بالليرات، اللي عنده ليرات وحابب يلبس الذهب بعملها بالليرات، واللي مثلا عايز تقليد وزبش ما تبي تشوفي في ناس تلبس الفالصو ولا بس لانه مكلف مكلف على مكلف. انت تشوفي كم ليره موجوده يعني ما شاء الله اللي الله منعمه مفضل بحط مش مشكله يعني. والفضه كمان؟ والفضه نفس الشيء. هاي الوكالة قرى معينه ولا انتم جديد؟ احنا لا لا والله هاي بالفعل لقرى معينه يعني زي مثلا وين هاي فكل بلد لها شغله. مثلا عندنا احنا اهل ترمس عيا يتميزوا في اللي زي هيك مثلا زي ما قلت لك اهل دردبوان يتميزوا الكره هاي الكره كرانا يعني احنا بالاحرى لان احنا من كره هنا كره رام الله والجميع ككل يعني بيت حنينه برضه القدس باخذوا اشياء زي كده العيسويه يعني بيجي باخذوا من عندي حتى بيت لحم بس بالاعراس يعني بالاعراس اليوم حدا يطلع لا 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 بالاعراس الا بالاعراس بشكل خاص العروس بالمناسبات يعني. المناسبات عندنا دائما لازم العروس لازم العروس حتى صرنا نميزها العروس يعني نعمل لها شيء على إشي أفخم أو عتاج أو نحط لها الذهب يعني فبالفعل يعني زي ما تقولي ما تغير إشي على الناس بس يعني شوية تغير تقدمنا شوية تقدموا مع مع العصر إذن هيك إحنا أخذنا لمحة عن توابل المتحضرة والعصرية هاي الأيام وبشكل خاص اللي بيلبسوها الصبايا بأعراسهم وكمان زي ما حكينا أنه في أشياء عم بتناسب ذوق العام وكمان بتناسبهم من الناحية المادية لأنه هاي الأشياء مكلفة يعني كله موجود يعني الغالي والرخيص والواحد على هو إمكانياته صحيح علشان قد ما هو متوفر معاه بقدر يمشي إن شاء الله شكرا كثير لك إمام محمد شكرا واجب الله يسعدك شكرا لكم أنت ويعطيكم العافية أنت شكرا يعني بهذا اليوم العروس بتتدلل غير شكل طبعا باقي الايام بتكون مدللة بس بهذا اليوم بيكون التميز واضح عليها. الذهب والعروس اللي هم معادلة صعبة سهلة لانه بدنا الذهب والذهب غالية وزي ما نحن ملاحظين انه في فلسطين كان في فترة الذهب الجرام 37 وكان طبعا المهر مثلا 3000 دينار وهلأ المهر او الجرام 22 وايضا المهر 3000 دينار يعني بنلاحظ سواء ارتفع او قل طبعا هذا مش ثابت انه 3000 هذا اقل شيء في ناس عم يطلبوا حاليا 5 و10000 دينار وفعليا هل ممكن انه العروسين كرمال قطعه معينه يصير في بينهم خلاف عند السائغ بدنا نتابع سوا هذا التقرير. الفترة هذه مع ارتفاع الأسعار أفرق كتير طبعاً بطلب الذهب طلب العرسان للذهب الكمية طبعاً قبل كان يطلبوا 200-300 جرام 250 جرام اليوم قاعدين بأخذوا 180-70 جرام 120 جرام تعرف أسعار الذهب ارتفعت كتير ارتفعت الطاقة 5 بخلال الفترة السابقة من 5-6 سنين لحد هلا يعني العريس اليوم حسب إمكانيته بيشتري مثلا بكونوا متفقين على 100 جرام ولا 150 جرام في معه مبلغ معين يعني بده يشتري 40-50 جرام بيشتري بعد شهر شهرين بيشتري كمان 40-50 جرام ليوصل كمية الذهب اللي متفق عليها في حالات كثيرة يعني بيكونوا متفقين على مبلغ معين إنه والله بدنا نشتري ذهب 2000 دينار
وفي ناس بكونوا متفقين على بدهم ياخذوا 200 جرام، وفي ناس طبعا على حسب القدره الماليه اللي عنده، يعني بتتروح من خلينا نقول من 60 جرام ل 300 جرام بتوصل ايامات جهاز العروس. وفي بعض الحالات مش جميع الحالات انه الام تتدخل بطلب الذهب، يعني بتقول لبنتها انه والله خدي اشي انه ما يخسرش يضل قيمته للمستقبل. وفي ناس ما بحبوش يتدخلوا، بتقعد بتقول لها نقي ايش اللي بدك اياه، يعني انت والعريس. صار خلافات بالفترة على قيمة الذهب وايش اللي بدها تشتري، وهذا بدي اشتري هيك، لا انا بدي اشتري هيك، وبتفسخ الخطبة بالمحل. يعني بين عرسان طبعا بيختلفوا مرات على انه والله بدي الطقم هذا، لا بدي هذا، بس هذا اللي بيصير خلاف. يعني العريس بيكون بده اشي، العروس بدها اشي. طبعا العروس بدها اشي بتدخل من الاهل، بيكون ولا موصينها انه والله لا خدي 21، لا ما تاخديش 21، تعرف الطريقة هذه. العريس طبعا بيكون للاشي اللي بتشوف طقم غالي بدوش اياه، بقولها لا مش حلو. هذه الشغلات اللي بتصير. بس يعني إذن مكملين بتكاليف العروس وما يترتب على العروسين. أنا مصرة أنه عروسين لأنهم اتنيناتهم حيتأثروا فيما بعد في هاي التكاليف الباهظة. حابين نحكي أكثر في هذا الموضوع مع الشيخ ربحي حمادة قاضي رحمه الله والبير الشرعي. أهلا وسهلا فيك شيخ. حياك الله. طبعا أنتوا متابعين للعروسين وبتشوفوا أنه بيجيكم العرسان سواء كتب الكتاب أو حتى من غير شر عم بتصير بسبب تكاليف العرس الزايدة، أنه لسه هم كاتبين كتابهم وما فيش عرس وبصير انفصال، عم بتشاهدوا هذا الإشي بالمحكمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نعلم أن الإسلام عندما حث على الزواج هذا كان من منطلق يعني حكمة ربانية، هي المحافظة على النسل وحفظ الشباب من الغواية والوقوع في براثن الشياطين. الزواج هي سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، ولذلك الإسلام نظم الزواج ونظم كيفية الزواج من حيث الخطبة ثم كتب الكتاب إلى آخره. ولكن هناك في عادات وتقاليد يعني نقول هي تتبع هذا الزواج. بعض العادات لا مانع منها شرعا، لأن الإسلام جاء لكي يكرر يعني نقول يحث على مكارم الأخلاق، ولكن نجد في مجتمعنا الحالي وخاصة هنا في فلسطين هناك بعض العادات السيئة التي انتشرت في حالات حفلات الزفاف، سواء ما قبل الزفاف أو في يوم حفل الزفاف. نعم. من التبذير والإسراف وكل هذا منهي عنه شرعا، لأن الله يقول أن المبذرين كانوا أخوان الشياطين، وأيسر كنا أو أكثر كنا بركة، أيسر كنا مهرا. والإسلام حث كما قلنا على تيسير أمور الزواج، فقال عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة التمس ولو خاتم من الحديد. نعم. وفي رواية أخرى قال يعني أولم ولو بشاء. السنة إشهار الزواج، ولكن إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده. نعم، من المشاهد يعني هناك كثير من القضايا تسمى مثلا على سبيل المثال تطليق لعدم الإنفاق، يعني نجد أن الزوج قد أعسر أن ينفق مجرد النفق على زوجته. فهذا لماذا؟ نجد أنه في أثناء الزفاف والحفلة والتكاليف الباهظة التي ألزمنا أنفسنا في عادة وتقاليد وليس شرعا، أصبح الزوج مثقل بالديون، أصبح همه الوحيد أن يسد الدين. النتيجة انعكس سلبا على البيت، لا يستطيع أن ينفق على البيت، مغموم في النهار، مغموم في الليل، مذلول في النهار من هذا الدين. هذا كله انعكس على أبنائه وعلى زوجته، فيعجز عن النفقة، فتأتي المرأة تطلب تفريق لعدم تحصيل النفقة. وكل هذا بكون مترتب زي ما تفضلت وحضرتك من العروس، يعني لازم يكون هناك في وعي سواء من العروس والعريس. هلأ العروس والعريس بيكونوا متفقين وكل شيء تمام وزي ما بدك وزي ما بدك، بس بيجي عندك هون الأهل إنه لا ما بصيرش، ما هي بنت فلانة عملت مثلا حفلة حنة وحفلة وداع
وهذا ابنها عمل ابصر شو. فاحنا مش قاتل مجتمعنا الا الحكي والقال والقيل زي ما بيقولوا. فكيف ممكن من موقعكم بالمحكمه او حتى كرجال دين انه يكون هناك وعي للمجتمع بشكل عام مش بس للشاب والصبيه اللي هم عم بتحملوا عبء كثير كبير؟ احنا لابد ان نبين ان اي عاده يعني تضر بالاسره لابد من الغائها، وننصح الاباء. نعم نجد ان الاباء الزوج أب الزوج وخاصة أمهات الأزواج وأمهات الزوجات يثقلن العرسان بطلبات كثيرة جدا من باب المباهاة ومن باب أن فلانة بنت فلان ليست أحسن من ابنتي ومن باب هذه هيك العادات وهذه التقاليد وانت مش أقل من هذا وانت مش من أقل وإحنا عيب نسوي هذه الأمور. قصة العيب وهذه العادات نقول التي غير سليمة وغير صحيحة لها أثر. لابد أنا كأب وكأم لهذا الزوج أو الزوجة أن تنظر للمستقبل. أنا عندما أثقل الزوجين بهذا الدين الكبير بهذه العادات المقيتة وهذا الإنفاق الشديد، طيب ما هو النتيجة على الأسرة؟ نقول سيصبح الزوجين مثقلين بالديون، هذا سيؤثر سلبا شديدا على الزوجين في المستقبل. إذا لابد عن هذه العادات المقيتة العادات السيئة أن نرجع إلى ديننا. ديننا نهى عن الإسراف، نهى عن التبذير. بعدين يعني بالدين الإسلامي زي ما تفضلت حضرتك تحكي أنه في إشهار. هلا الناس بيجوا بيحكوا لك لا شو يعني اشهار، يعني يوم كتب الكتاب وبصير حفله بسيطه. لا احنا بدنا حفله خطوبه واحنا بدنا حنا. هلا حلو من حق البنت انه يكون لها حفلات متكرره، بس برضو كبنات كيف ممكن نوعيهم؟ خلينا نحكي ما نكونش مش منصفين للعرايس ولا العرسان. احنا يعني في المحاكم نوعي عن طريق هذا البرنامج مثال وجزاكم الله خير طبعا، والخطباء في الاوقاف، ولكن المشكله اللي نواجهها نحن كخطباء وكقضاء وكأئمة ان العاده اصبحت تتحكم في الناس اكثر من اقول حتى الشرع. يعني اصبحت العاده نقول متحكمه في الناس، يعني مهما وعطتي مهما تكلمتي. يعني هنا تذكرني احد قصه احد الرجال يعني الذين يقدرون في احد القرى الفلسطينيه وهم من الاغنياء الموسرين. يعني في اثناء حفله الزفاف الغداء يعني صنع غداء طبيعيا، فانتقد من بعض الناس انت فلان فلان ولك المال لماذا ما عملت غدا ما شاء الله. طب قال عفوا كانت عبارته كالتالي قال انا املك ان افعل غداء فخما ولكن لا اريد أن أجعل هذه عادة في بلدي حتى يقول الله فلان دفع زي فلان. بس ممكن هذا واحد من خلينا نحكي من عندنا واحد اثنين أربعة خمسة بصير يتكاثر. بس في ناس بحكي لك لا أنا بحب أنه يكون الغداء خرفان وعجول وأشياء زي هيك، يعني أنه من حقي أتفاخر في ابني مثلا بدي أجوزه هيك أعمل. ما هو رسول الله يقول لي من سن سنة حسنة في الإسلام كان له أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة. سنة حسنة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عملها إلى يوم القيامة. إذا أنا لما يعني أسن سنة سيئة في بلدي وفي قريتي كل من سيقلد. يعني مثال العشاء، العشاء عندنا في البلد ما كان موجود ليلة الزفاف، بعض الناس طلب هذه العادة السيئة فأصبح الآن جميع العرسان يسووا عشاء. عشاء وبحبوا كمان يسووا غدا عشاء. الغدا هذا يوم الغدا هذا احنا اصبحت عاده جدا، والعشاء ليله الزفاف غير الغدا ما كانت موجوده. هذا ما كانش موجود. هذه يعني صارت تقريبا ابو سنتين زمان اصبحت تنتشر العاده والله انه عشي السهير بسموهم ثم في اليوم الثاني الغدا الاصلي. طب هذه العشاء ايضا يكلف نصف الغداء ثاني يوم. هذا كله تكاليف قلنا عادات نحن للاسف الزمنا انفسنا بها، ونحن نستطيع اذا كان لدينا الموقف لدينا الجراه أن نلغي هذه العادات. ولكن مهما أنا وعطت مهما تكلمت وما عنديش لا احنا نطرح كرأي، يعني لأنه لو بدنا نضل نحكي بتحس أنه الناس عندها فكرة وهي مقتنعة فيها أنه البنت تحكي لك إذا أنا ما عملتش حفلة حنة وحفلة العرس كانت بأضخم الأماكن وما شفتش حالي بهذا اليوم إمتى بدي أعمل. وهذا رأي كل يعني أكثر الصبايا. ولكن احنا لما نوازن الأمور أنا بدي أعمل حفلة وهذه الحفلة راح تكلف يعني آلاف الدنانير. طب بعد غدا بعد الجمعة بعد الزفاف، طب أنا بديش أفكر في بعديها. طيب يعني بعد الزفاف هذه الديون وهذه الأموال وهذه يعني أنا عندي في قضية ما أحد العرسان 80,000 شيكل عمل له ليلة السهرة لم يدم من الزواج شهرا واحدا شهر ثم تم الطلاق. قال لي والله شيخ 80,000 شيكل السهرة اللي عملها كلفته وبعد شو شهر استفاد هون وبعد ولا شيء فقط بهرج امام الناس انفسها. بهرج امام الناس والله فلان عمل حفله كذا وكذا ثم الحياه لم تستمر بعد شرط تم الطلاق. بينما نرى في بعض الاعراس يعني البسيطه يعني حسب الشرع نعم في سهره شباب بدون تكلفه غداء بسيط مقبول
ويستمر الزفاف الى ما شاء الله. يعني برايك شيخ انه لازم حلو انها تكون هاي الاشياء موجوده بس بتكاليف نعم بسيطه مش شرعا، يعني ما في مانع ان تكون هناك سهره وان يكون هناك طبعا يعني احتفال بسيط واشهار العرس وغداء بسيط. يعني احنا يعني عاداتنا القديمه الجميله بد يعني ان نعيد احيائها مره اخرى، اما ان نظل نقلد ناتي باعداد جديده سيئه ستدمر الاسره. طيب لو نرجع لموضوع الإشهار شيخ، زي ما تفضلت وحكيت إنه نحن بدنا نشهر، وأنا قلت لك إنه ممكن الإشهار يكون في يوم كتب الكتاب. طب كل الناس حتعرف إنه الشهار مثلا يكون بالشهود، يعني إذا شهد بنت الشهود فلان تزوجت يعني ابن فلان، من فوائد الشهود في المحكمة هو الإشهار. يعني الشهد مش العقد، هذا الإشهار هو شهود العقد. ولكن نقول جرت العادات، يعني هذه العادات يعني مش محرمة إذا كان ضمن حدودها الطبيعية، حفله بسيطه يعني غناء شرعا مش يعني ما في اي مانع، ولكن نقول كل ما زاد عن حده انقلب الى ضده. يعني هون احنا بصير عندنا اكثر من مره اشهار، كتب كتاب وخطبه وحنة وعرس، ونفس اللي بالحنة حيحضروا نفس العرس. ما هي شو يعني حتى يعني جيت عاداتنا القديمه، شو الحنة؟ الحنة كان يجوا يعني بعض من النساء في نفس البلد ياخذوا يعني ما يسمى في الحنة وشويه حلويات الى بيت العروس ليله العرس ويقوم بالحناء ويغنوا بعض الاغاني البسيطه جدا ثم يعودون. يعني ما كان زي اليوم فيها التكاليف، سيارات وصالات وقاعات. يعني اليوم اللي بسموه الصالون قد يكلف كذا الف شيكل الف الشواكل، هذا كان ما كان موجود. يعني حتى الحناء في مفهومنا النقول الشرعي ومفهومنا التراثي الشعبي هي عباره عن حفله بسيطه جدا، يعني بعض النساء تاتي لبيت العروس وتقوم بنقش ما يسمى الحناء وانتهى. ما زي اليوم يعني، بس زمان انت بتحكي الشيخ يعني اهل البلد كانوا بجوز 300 400 بني ادم، اليوم عم نلاقيهم 11000 و10000، فتكاليف سواء العشاء والغداء كمان عم بيزيد. صحيح. طيب لو بدنا نحكي شوي عن الاجراءات وترتيبات العرس، وقديش العريس ليش دائما بلوموه انت دائما معصب ومش طايق احدا، هاي الاشياء بنسمعها لانه الكل بده يتدخل في شو يعمل او هو بركنش اصلا على حدا، بتلاحظوا هذا الاشي؟ صحيح، ما قلت لك انه الان العريس في وقت الزفاف ومكون مرتبك، يعني اول شيء يعني عريس سياتي على امر جديد مش معهود، ثانيا التكاليف اللي راح يدفعها يعني كم دفع وكم سيدفع، هذا كله تجعل العريس يعني في نوع من، وحتى العروس في نوع من الارتباك. كم سيدفع؟ هذا اللي بيكون يفكر فيه هو دفع وكم سيدفع. نعم. يعني هو يعني ربما يعمل يعني 10-12 عام يحوش هذا الراتب، وربما يستدين، وربما الان يعني عن طريق البنوك ياخذ قروض. حتى بقول يا شيخ والله بدي ابيض وجهي. طب الان بيضت وجهك امام الناس وما ستسود حياتك فيما بعد. يعني قلت لك سيظل يعني سنوات، يعني هي اجمل سنوات الزواج اول السنوات، بدل من يقضيها في يعني نقول شهر عسل يقضيها في كيف سيسد الديون. يعني حتى عندنا في بعض العادات جميله شوي اللي هي ما يسمى بالنقوط، يعني هذه تسد جانبا يعني تحاول بتعدل شوي. ولكن انا بعرف بعض العرسان يعني اول ما ينتهي العرس بيقعد يحسب النقوط، هل سكر الدين ولا ما سكر الدين؟ أكيد مش هيكفي. يعني يطلعون هم العريس هم الآن إنه هذا الدين النقود سكر ولا ما سكر الدين؟ هذه مصيبة إن أنا أقعد كعريس بدل ما أفكر في مستقبلي، أفكر في حياتي الجديدة وأفكر في كيف بدأ أسد الدين اللي بكون عليه. وهذا نقول يعني نحث الآباء ونحث الأمهات أن يتقوا الله في أبنائهم، لأن هذا نقول لك هذا سيبدأ حياة جديدة. زواج في استقرار في طمأنينة، إذا لم يكن من أول يوم مستقر الزوج ما فيش طمأنينة، سيبني العرس أو الزفاف على بناء غير سليم وهذا سرعان ما سينهار. فعليا فضيلة الشيخ شو ممكن أنه لو نيجي نحكي للشباب، شباب هاي الأيام الخطة لازم يعملوها على الأقل لتخفيف من الأعباء اللي حتتراكم عليهم فيما بعد؟ والله أول شيء بده يكون كما قلنا يعني أن يكون قدوة، أن يكون رجلا، أن يحاول هذه العادات والتقاليد أن يضغط على نفسه بحيث يلغيها. يعني أنا بزي والله كل ما عمل قلت والله هيك الناس هيك. يعني أنا عندنا في بعض الأعراس أنا هذا شهدته لم يفعل لا غداء لم يفعل لا عشاء، ما عمل شيء، عبارة عن حفلة بسيطة ما يسمى هذا بالعصير وبعض من أنواع الكعك، وجاءت الناس وباركت له الناس وانتهى العرس. ما سمعنا حد والله حطنه في الجرايد ولا حد انتقده ولا حد والله علق. طبعا يعني اصلا يعني انا اذا يعني لدي الجراءه اذا كان لدي الجراءه استطيع ان اغير، اما اذا بضل خايف الناس والناس للاسف يعني لن نستطيع ان نغير. شو ما بدنا نعمل بالنهايه هذا مجتمع، المجتمع دائما بنقد البني ادم. في بعض الناس غير واستطاع ان يغير، يعني ليش مثلا انا اقلد الضعيف ولا اقلد القوي؟ ليش انا دائما اقلد الضعيف؟ يجب ان اقلد القوي، ان اكون لدي اراده لدي جراه
انا والله هذه حدود هذه امكانياتي ليش هذه امكانياتي ليش اخذ قروض من البنوك واقع في الحرام واقع في الربا واخذ ديون وحتى قلت لك يعني تبدا حياته بالحرام يعني الربا حرام واخذ القرض حرام في اذا كان ربوي يعني حتى يرضي الناس يغضب رب بس العالمين. بس الأغلبية عم بيمشوا على القروض من عندهم يتجوزوا يا شيخ، يعني ما فيش هلأ بدك تيجي تحكي أنت لشاب لسه عم بيشتغل براتب محدود أنه صار عمره 26 أو صح. 27 لليوم مش قادر يتجوز، ومش كل الأهل بيقدروا يساعدوا لو مساعدتهم بتكون قليلة، فلهون هو عم بلجأ للقروض واستخدام هاي الأمور لحتى يقدر أنه يتزوج صح. طب في عندك حل تاني غير القروض؟ يعني والله الحل هو أنه غير من عادات المجتمع بإرادتنا، غير هيك والله صعب. يعني لن نستطيع أن يعني كل شيء يعني لن نستطيع أن يعني أنا بعض في بعض المحافظات يعني اجتمع شيوخ المحافظة وضعوا وثائق إنه هذا وثيقة تنظم مثلا ممنوع الغداء ممنوع كذا ممنوع كذا، ولكن للأسف يعني هذا وثيقة تمشي شهر شهرين ثم يبدأ الناس تنسحبنا يعني رويدا رويدا ثم تنتهي بعد سنة أو سنتين. نقول لك إذا ما كانش هناك يعني إرادة حقيقية من المجتمع من الآباء من الأمهات نفس الأزواج لن نستطيع أن نغير شيء. ومش بس هيك شيخ، منلاحظ كمان إحنا مناش نتطرق للمهور كتير، بس إنه في بعض يعني البلدات موجودة عنا عم بيحاولوا إنه يحددوا المهر ما يكونش هالقد باهظ، لأنه منشوف إنه عم بيتجاوز في بعض المناطق 10,000 دينار صحيح. فأنا برجع بحكي لك من وين بده يجيب الشاب. والله قلت لك هذه مشكلة، يعني حلها أن نعود إلى شرعنا، أن نعود إلى البساطة في عاداتنا وتقاليدنا، أن نفكر في المستقبل. إنه إذا استمر هذا الحال سيصبح عندنا فئة كبيرة من الشباب والشابات ما يسمى العنوسة. يعني هذه في فلسطين الآن الحمد لله العنوسة هذه يعني قليلة قليلة، ولكن في بلاد أخرى أصبحت ظاهرة مرتفعة. نرجو الله أن لا تكون في فلسطين ظاهرة. أسباب العنوسة في دول كثيرة هي ارتفاع تكاليف الزفاف. بجوز ما عندناش عنوسه كبيره بس عندنا نسب طلاق كبيره وراء من وراء هذا. حتى بفضل الله تعالى الطلاق عندنا لا زالت يعني اقل نسب في العالم، بس اقول لك اذا ظلينا يعني هذا على هذا الرتم على هذا ستزداد نسبة العنوسه ستزداد نسبة الطلاق. لذلك احنا اذا اردنا مصلحه انفسنا مصلحه ابنائنا بناتنا لابد ان نقلل تكاليف الزواج ومن ضمنها المهر، وايضا أن نساعد أبنائنا. يعني ما نظل على العكس، إحنا لاحظ يعني يكفي إنه لاحظ الذهب الآن أسعاره عالية جدا يعني الذهب أسعاره مرتفعة، ثم نعيد يعني فوق غلاء أسعار الذهب أيضا أن نحمل العريس أو أهل هذا أضعاف مضاعفة قسط الحفلات والصالونات وإلى آخره. ببداية حلقتنا حكينا أنه العريس بلسان العرسان والشباب بيحكوا إذا الزواج مهر ياريت يعني ياريت بتوقف على المهر بتكون هوين الشغلة. يعني أنا بالنهاية بدي أشكرك جزيل الشكر الشيخ ربحي حمادة القاضي رام الله والبير الشرعي، شكرا لجزيلا تواجدك معنا اليوم. الله تسلم الله خلي شكرا شكرا, شكرا لك. ومشاهدينا الكرام بنهاية حلقتنا لليوم بدي أشكركم على المتابعة ببرنامجنا بحل حلقتنا لليوم وهي كانت عن تكاليف الزواج. نتمنى أن يكون هناك نوع من التوازن لحتى ولا حدا يقع في فخ ما بعد الزواج. بدي أشكر الزملاء لإنجاز هذه الحلقة، وهذه تحياتي غصون صبري، إلى أن نلتقي الأسبوع القادم في لازم نحكي.